من دمياط نبدأ. واحد من الفيديوهات الصدمة اللي أصابني أنا شخصيا بالصدمة والإحباط، مش متخيل يعني رد فعل الناس في البلد وصل لكده. ليلة من ليالي العمر، بنت وشاب بيتجوزوا، فوقف والد العروسة مسك المايك أو مسك الميكروفون في الفرح في وسط القاعة عشان يبارك للعريس والعروسة، في نفس الوقت يطلق والدة العروسة بالتلاتة. كسر قلب العروسة، زوج يطلق زوجته بالتلاتة خلال حفل زفاف بنته في دمياط. حط لنا كده الفيديو عشان نسأل احنا ليه وصلنا لكده؟ ليه الناس بقى عندها جحود في قلبها بالشكل ده؟ عايز تطلق مراتك؟ يا اخي استنى لما تروح. عايز تطلقها؟ يا اخي طلقها بينك وبينها، لكن تطلع على المسرح على المنصة تمسك المايك وتتكلم قدام الناس كلها اللي يعرفك واللي ما يعرفكش، تبارك للعروسة وتقول لي أما أمها فهي طالق بالتلاتة؟ أنا آسف جدا، سامحوني، دي تبقى قلة أدب وجحود وقلة عقل وقلة تربية وقلة أي حاجة تقدر توصف بيها هذا الفيديو. نتابع. وألف ألف مبروك للعريس والعروسة، إما بالنسبة لأم العروسة فهي طالق بالتلاتة وتروح من القاعة على بيت أهلك. ولابس بدلة وعامل فيها أفندي، واقف ماسك المايك ومتكلم مفوه ويقول لك ألف مبروك للعروس والعروسة، أما بالنسبة لأمة العروسة فهي طالق بالتلاتة تروح على بيت أهلها. بتهيألي لو روحت على بيت أهلها يبقى ده كرامة ليها إنها تعيش مع بني آدم زي ده. العروسة أصيبت بالانهيار وتم نقلها للمستشفى حسب كلام بعض الشهود. خناقة حصلت داخل الفرح بسبب مناوشات ما بين أسرة الست اللي اتطلقت وجوزها، فرح باظ. الناس بعد ما كان عندهم فرح بقى عندهم طلاق وحزن وغم وهم بسبب سلوك غير مسؤول من واحد غير مسؤول في يوم. مش عارف يعني مواطن زي ده مش قادر اوصفه. يعني قعدت اتفرجت على الفيديو مرة واثنين وثلاثة بحاول افهم ايه الداعي، ايه اللي وصلك لكده. حصل خناقة ما بينك وبينها، شتمتك، ضربتك، طب ما تحل مشاكلك على جنب. محدش شاف هذه المشاكل، لكن تطلع بالشكل ده، تقف قدام الناس بهذه الطريقة، موقف بنتك وجوزها وعيلة جوزها اللي لسه بتتعرفوا عليه، الناس المدعوين يعرفوك وما يعرفوكمش، أطفال وكبار ودي جي وحفلة وفرح وأنوار عشان تطلق الست. أعتقد صدمة، صدمة بجد فعلا، محتاجة علاج. محتاجين أيضا نشوف محاكمة لهذا الرجل، إن لم تكن محاكمة قانونية فتبقى محاكمة شعبية أخلاقية بسبب اللي عمله ده. كان في دمياط. أما في الشرقية فمع الأسف عاش أهالي الشرقية خلال الساعات اللي فاتوا حالة من الحزن بعد وفاة الطالب اللي قدام حضراتكم في ستة طب، أحد طلاب أو أحد أبناء قرية منشية نبهان مركز فاقوس محافظة الشرقية، أحمد الشرقاوي، طالب في الفرقة السادسة بكلية طب جامعة أزهر فرع أسيوط، واللي مات قبل ثلاثة أيام في مسكنه لوحده ولقوه ساجد. أحمد النهاردة تم تشييع جنازته وسط حزن ويعني بكاء من أهالي القرية. طبيعة الحال عزائنا لأهالي مركز فاقوس تحديدا قرية منشية نبهان في وفاة الدكتور أحمد. من منشية نبهان في فاقوس للغربية، وانهيار أرضي كالعادة في شوارع الغربية، الموضة اللي بقت منتشرة الفترة اللي فاتت في مدينة سمنود، المرة دي أمام مستشفى سمنود المركزي، فوجئ المواطنين بهذا الانهيار الأرضي واللي كان عمقه 4 متر حسب كلام بعض المواطنين. المنوفية وصورة من صور التعاون وجمعيات اللي بتسلف المواطنين اللي بدأت تنتشر في الجمهورية وبتستغل حاجة بعض المواطنين، تدي له فلوس وبعد كده بتم تسديد الفلوس بالفايز. مدرسة طبعا مرتبها ما يأكلش عيش، أحد قرايبها قالوا لها جيبي سلفة من الجمعية اللي بتسلف، راحت جابت السلفة، مرتبها ما سددتش، اتراكم عليها حوالي 30,000 جنيه وكانت هتتحبس. لولا هذا الموقف الأصدقاء سند معلمه المنوفية أنقذوا زميلتهم من الحبس بعد ما لموا لها 30,000 جنيه. الكلام ده كان خلال الفترة اللي فاتت في مركز أشمون
محافظة المنوفية. أما في اسكندرية فطبعا حضراتكم فاكرين مشكلة الطفلتين إيمان وسجدة اللي خدوا حقنة غلط دون اختبار حساسية في واحدة من صيدليات برج العرب في اسكندرية. الطبيبة اللي اديتهم الحقنة محبوسة لحد النهاردة وتم تحويل الملف بتاعها للجنايات. النهاردة نقابة الصيادلة في اسكندرية بتاخد قرار بوقف إعطاء الحقن أو الإبر في الصيدليات لحين صدور تشريع بالأمر، وقالوا إن الصيدلي بينفذ التعليمات ملوش دعوة، لكن محتاجين تشريع يضبط هذا الموضوع. دول كتير جدا ومنهم تركيا، تقريبا كل دول أوروبا بتمنع إن الصيدليات يتاخد فيها حقن أو إبر، لازم الحقنة تتاخد عند طبيب أو في واحدة من المراكز الصحية أو العيادات. إحنا الدولة الوحيدة أو واحدة من الدول القليلة على مستوى العالم تخبط على الصيدلي يديك حقنة، تخبط على البقال يديك حقنة، تنادي على عمك إبراهيم محمد علي وهو معدي من الشارع يا حاج إبراهيم تعالى اديني حقنة، يجي يديك حقنة. ما بتحصلش غير في بلدنا. محتاجين أيضا تشريع ينظم الموضوع ده، مين يدي الحقنة، مين يكتب الإبرة، مين يوصف الدواء. ده موضوع مهم جدا. آخر خبر معانا عشان نختم حلقتنا من اسكندرية أيضا، وتعطل مفاجئ في محطة سيدي جابر. البوابات الإلكترونية اللي لسه عمرها ما تعداش سنة تعطلت، ومتعطلة بقالها 24 ساعة. مصدر في السكة الحديد بيقول الموضوع بسبب البرمجة. المواطنين النهاردة بينطوا من فوق البوابة الإلكترونية اللي مش عايزة تفتح. عملتوا البوابة عشان تفتح وتقفل للناس وهم خارجين وهم داخلين، بوابة عطلانة بقالها 24 ساعة. السبب قال لك البرمجة بايظة ومستنيين خبير يجي من الشركة اللي عملتها عشان يصلح البرمجة. موت يا حمار بقى، خلي المواطنين ينطوا من فوق البوابات وكأنك يا أبو زيد ما غزيت. ده واقع حاجات كتيرة في بلدنا بتحصل خلال الفترة اللي فاتت. نهاية الحلقة، خلوا بالكم على أولادكم، الفيروس اللي موجود في المدارس خطر. ما تخافش من تهديدات التعليم، ما تخافش من موضوع الغياب، موضوع الامتحانات، أعمال السنة. ابنك لو بيكح قعده في البيت وديه للدكتور، ما تخلوش ينزل المدرسة لحد ما يتعافى.